متابعي قناة التعارف الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم. إن معرفة طرق الإسعافات الأولية الأساسية مهم للغاية، ولكن الأهم من ذلك هو تطبيق تلك الطرق بطريقة صحيحة حتى لا تضر حياة من نريد إنقاذهم. لذلك أتينا لكم بمجموعة من الإسعافات الأولية وكيفية تنفيذها بالطريقة الصحيحة. إذا نترككم مع 8 أخطاء نرتكبها عند تقديم الإسعافات الأولية. لكن قبل البداية، إن كانت أول مرة تشاهد قناتنا هل تعرف، لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. علاج الجروح بماء الأكسجين واليود والكحول أمر خطير، فلا تجربه من تلقاء نفسك. ما الخطأ في ذلك؟ يدمر ماء الأكسجين خلايا النسيج الضام ويمنع الجرح من التشافي، ويحرق اليود والكحول الخلايا الصحية، بالإضافة إلى أنهما يسببان الألم والصدمة والحروق إذا ما وضعوا على الجرح. الطريقة الصحيحة: قم بغسل الجرح بمياه الشرب الصافية والخالية من الشوائب أو بالماء المغلي بعد تبريده، ومن ثم قم بوضع مرهم مضاد حيوي، ولا تضع ضمادات الإسعاف الأولية إلا إذا لزم الأمر، وإلا فإن الجرح سيستغرق وقتا أطول للشفاء نتيجة لتعرضه للرطوبة. يمكن أن يؤدي الأنعاش القلبي الرئوي إلى كسور في الأضلاع وتلف بالرئة. ما الخطأ في ذلك؟ يمكن أن يؤدي الأنعاش القلبي الرئوي إلى كسر الأضلاع بكل سهولة، والذي قد يضر بشكل خطير بالرئتين والقلب. الطريقة الصحيحة: يجب أن تقوم فقط بعمل ضغطات على القلب إذا كنت متأكدا من أن الشخص ليس لديه نبض بتاتا ولا يتنفس أبدا وليس هناك طبيب بالقرب منكم. وبينما يقوم شخص واحد باستدعاء سيارة الإسعاف، يقوم الآخر بالضغط على قلب بإيقاع 100 ضغطة في الدقيقة. أما فيما يخص الأطفال الرضع، فيتم ذلك باستخدام الأصابع وبوتيرة أخرى، وينبغي إجراء الإنعاش من الفم إلى الفم عندما يكون القلب قد بدأ في النبض، وتوجد تقنية أخرى وهي القيام بـ30 ضغطة ثم عمل تنفس مرتين من الفم، ثم كرر هذا الأمر إلى أن يتغير حال المريض. قد يؤدي الباراسيتامول إلى مشاكل في الكبد. ما الخطأ في ذلك؟ يخفف كل من الباراسيتامول أو الأسيامونوفين الألم والالتهابات، فهو يعتبر جزءا من العديد من الأدوية الشعبية، وقد تؤدي أي جرعة زائدة إلى مشاكل في الكبد والفشل الكلوي. الطريقة الصحيحة: يجب أن تقاس الجرعة بعناية، فالحد الأقصى للجرعة الواحدة للبالغين هو 1 جرام و4 جرام يوميا. ويعتبر الأسيامونوفين موجودا في العديد من الأدوية وخاصة المضادة للإنفلونزا، لذلك يجب أن تعي في حالة الجمع بين الأدوية، لأن هذا سيترتب عليه جرعة زائدة وبالتالي سوف تحدث عواقب وخيمة. لا تمل رأسك إلى الخلف أو تستلقي على ظهرك في حالة النصف. ما الخطأ في ذلك؟ إذا قمت بذلك فسيرتفع ضغط الدم في رأسك، وبالتالي ستزداد خطورة النزيف، وبالتالي فإن الدم يمكن أن يرجع إلى الرئتين أو يسبب التقيؤ. الطريقة الصحيحة: ارفع رأسك في وضع مستقيم وذلك لخفض الضغط عليه، ثم قم بوضع كمادة باردة، ثم اغلق احدى فتحات انفك بأصبعك لمدة 15 دقيقة، ثم افعل الشيء نفسه بالنسبة للفتحة الاخرى وذلك اثناء التنفس بفمك. فاذا لم يتوقف النزيف كرر هذه الخطوات مرة اخرى، فاذا استمرت بعد ذلك او كان النزيف بسبب اصابة، ففي هذه الحالة استدعي سيارة الاسعاف. لا تسحب ضحية حادث الطريق من السيارة أو مساعدته لإيجاد وضعية أكثر راحة في حال إصابته بشكل بالغ. ما الخطأ في ذلك؟ تحدث معظم الوفيات في حوادث الطرق بسبب إصابات في الرقبة والعمود الفقري، وأقل حركة خاطئة قد تحدث بسبب محاولة تقديم مساعدة للضحية قد تؤدي بحياتهم أو تصيبهم بالشلل. الطريقة الصحيحة: إذا أصيب شخص ما في الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري على سبيل المثال لا يشعر بأطرافه ولكن ليس هناك دم، ففي هذه الحالة استدعي سيارة الإسعاف وراقب تنفس الضحية حتى يصل الأطباء والمختصون. يمكن أن يؤدي وضع المرقعة لوقف النزيف إلى بتر العضو. ما الخطأ في ذلك؟
قد يؤدي وضع المرقأ أو العصابة بطريقة غير صحيحة أو بدون داعي إلى زيادة ضغط الدم على الطرف، ففي هذه الحالة لا تقوم بمنع النزيف ولكنها تمنع وصول الدورة الدموية إلى الطرف، مما قد يؤدي إلى البتر بسبب المضاعفات. الطريقة الصحيحة: ضع كمية كبيرة من الشاش المعقم أو قطعة قماش نظيفة على الجرح واضغط بأحكام. هذا الإجراء سيكون كافيا حتى تصل سيارة الإسعاف، والاستثناء الوحيد هو وجود نزيف خطير قد يؤدي إلى وفاة الشخص، ففي هذه الحالة قد يكون فقدان أحد الأطراف أهون من موته. إذا تعرضت لعض من قبل الثعبان أو حشرات سامة فلا تمتص السم أبدا. ما الخطأ في ذلك؟ في هذه الطريقة ستقوم بمزج السم باللعاب، مما يزود من احتمالية إصابتك بالسم، وهذا سيسرع التسمم بشكل كبير ويمكن أن يؤدي إلى استسقاء الرئة وفشل القلب. الطريقة الصحيحة: إذا تمت إصابتك في طرف ما فاستلقي بحيث تكون المنطقة المصابة تحت مستوى القلب، واستدعي سيارة الإسعاف وصف لهم ما حدث بالفعل، ولا تنسى شرب الكثير من السوائل. لا تصطحب شخصا مريضا أو مصابا إلى أقرب مستشفى بشكل عشوائي. الحالة الصحيحة هي استدعاء سيارة الإسعاف وتصف لهم الوضع واستمع إلى التعليمات وإلى أي مستشفى يجب أن تنقل الضحية، فليس لدى كل مستشفى الأدوية اللازمة والمتخصصين أو المعدات اللازمة لمعالجة جميع الحالات، ففي هذه الحالة قد يكون النقل خطيرا جدا ومجرد تضييع للوقت. وفي نهاية نمر إلى فقرة كل يوم معلومة جديدة، والمعلومة تقول: إن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل إلا التمساح يحرك فكه العلوي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.